السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء على تويتر عنده انترفيو بكرة بتاعت شغل، فطلب مني إن أنا أساعده في إن هو يجهز نفسه عشان الانترفيو. فهديكوا شوية نصايح كده أنا بطبقها مع نفسي في موضوع الانترفيوهات ده. طبعا أنا ما عملش انترفيوهات خلاص، لكن يعني زمان وزمان انا عملت يعني انترفيوهات، انا كنت بيتعمل لي انترفيو وانا بعمل انترفيو، فعندي خبره شويه. فاول نصيحه يا جماعه، الشغل زي الجواز، اسمه نصيب. يعني مش لازم انت وحش او انا او الشغل وحش، هو ممكن ما يكونش فيه توافق، فانت ما تزعلش سواء اشتغلت او ما تشتغلش، دي حاجه بتاعت ربنا. واحنا داخلين على اي وظيفه بنبقى فاهمين ان لو ربنا كرمنا يبقى خير لينا وخير للشركه، ولو ربنا مرضاش يبقى ممكن يبقى خير للشركة وخير لينا برضو، ونتمنى للشركة كل خير إلا لو حد قل أدبه علينا ندعي له أو ندعي عليه براحتنا. يبقى أول حاجة إحنا بنرضى بالنصيب، تاني حاجة الشركة عايزاك أكتر ما أنت عايزها، عشان تبقى فاهم الشركة محتاجة ناس، فما تقعدش تبقى قلقان، ما تبقاش قلقان، دي تاني حاجة. تالت حاجة، نام كويس، كل كويس، اشرب حاجة تهديك قبل ما تروح الانترفيو، وما توترش نفسك، وقول لنفسك وانت داخل قدر الله ما شاء فعل. وانت قاعد في الانترفيو ما تقعدش تعمل كده، ما تجلسش على اسنانك، ما تهرش، ما تحركش كتير، كل شويه عمال تحرك كده، ما تبقاش اكسايتد، ما تبقاش متحمس، خليك هادي، خليك راكز، خليك عاقل، خليك موزون، خلي كلامك جاوبش الا على قد السؤال. بسألك عمرك كام سنه، ما تقعدش تقول له عمرك وبعدين انت منين او اتولدت فين، ما طلبهاش. 33 واسكت، خلي الكلام مختصر مفيد. ليه؟ لو هو سمع كلام مختصر مفيد يحبك ويستحملك ويستلذك ويعدلك غلطات كمان. يبقى بنجاوب على قد السؤال، ما بنفتيش كتير، وفي نفس الوقت مطمنين من نفسنا. طيب ده جزء متعلق بالبداية بتاعت الانترفيو. انا وانا رايح لازم الاول لو عندي اسم الشخص اللي انا رايح اعمل معاه انترفيو لازم ابص على البروفايل بتاعه على الانترنت. ده انا ممكن اخش على الاكونت بتاعه على السوشيال ميديا لو عنده اكونت، واقعد اقرا اراءه السياسيه واراءه، مش هستخدمها في الانترفيو عشان ده كريبي، بس افهم دماغه. كل ما تفهم دماغ الانترفيو اكتر، كل ما فرصتك انك انت تعدي الانترفيو بتزيد. انتبه. طيب نفهم دماغه، بنفهم تعليمه، بنشوف مثلا هو خريج جامعه القاهره كليه هندسه، انا خريج جامعه القاهره كليه هندسه، يبقى دي حاجات حلوه، رابور كده تبني علاقه حلوه بيني وبين الانترفيور اللي قدامي. ودايما افهم الانترفيور اللي قدامك هو عايز يعينك او عايز يعين اي حد يجي ياخد الشغلانه، هو مش عايز يرفضك، مش عايز يضايقك، دي حاجه. بعد كده لازم تعمل الواجب اللي عليك. انت مثلا رايح تشتغل، تقدم في شركه مثلا بتاع بويا اسمها يوتن مثلا، تقعد تقرا عن الشركه اتعملت سنة كام، 1926 مش عارف كذا 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 كذا، تقعد تفهم الشركة وأبعدها، تفتح الميزانية تبص، لو أنت ما بتفهمش في الميزانية تروح تعلم إزاي تفهم الميزانيات، الإنجليزي بتاعك يبقى كويس، طور الإنجليزي بتاعك بعد إذنك عشان الانترفيوهات تعديها كويس، دي شركات مالتي ناشونال وتقبض كويس. يبقى بنقرا الميزانية، بنقرا الإنكم ستيتمنت، بنفهم الدنيا ماشية إزاي، بنتعلم، بنبص، وبعدين بنروح مطمنين، عرفنا مين الشخص، عرفنا مين الشركة، ورايحين مطمنين ومذاكرين كمان اللي علينا. لو الامتحان تكنيكال يبقى نذاكر تكنيكال. طب لو امتحان بقى اسئله منطقيه واسئله ليها علاقه بالذكاء الاجتماعي بتاعك، ما تذاكرش ولا تحضر، روح خليك نفسك. لو لقوك غبي خلاص انت غبي، لو لقوك ذكي يبقى خلاص انت ذكي، قصدي من وجهه نظرهم مش من وجهه نظرك، يعني قصدي سيبها على الله، ما بنقعدش نجهز نفسنا للامتحانات اللي زي دي. ودايما نفتكر ان زي امتحان الرياضيات بتاع المدرسه، لو انت حطيت الخطوات صح بس غلطت في النتيجة احسن بكتير من لو انت حطيت النتيجة صح بس غلطان في الخطوات. ليه؟ لان المصحح عايز الخطوات. فانت دايما تفكيرك منطقي وسلس. انا لما جيت اشتغل في جوجل سألوني اللي هي السؤال بتاع في كم حلاق في الصين، اجابة السؤال ده مش من غير ما تبص على الكمبيوتر، في كم حلاق في الصين، اجابة السؤال ده مش هيبقى دقيقة، بس انت هو بيشوف تسلسل المنطقي بتاع الافكار عندك، بتقدر تجمع الافكار عندك وتعمل افتراضات صحيحة ولا لا. فانا بدات الاجابه بتاعت السؤال، قلت الصين فيها لو فرضنا ان فيها مليار، ممكن يبقى فيها اكتر بس فيها مليار كفرد، نصهم رجاله ونصهم ستات، يبقى مبدئيا الستات بيروحوا عند الكوافير ما بيروحوش الحلاق، فبنتكلم عن نص مليار، 500 مليون، 500 مليون دول
هنقول 20% منهم قرع ما بيحلقوش، و20% منهم بيبيهات لسه مولودين ما عندهمش شعر. ادي كده راح 200,000، اتبقى مع 200 مليون، اتبقى معانا 300 مليون ايه؟ 300 مليون صيني. طيب لو فرضنا ان الحلاق الصيني بيعرف يحلق ال10 في اليوم، يبقى الحلاق الصيني في السنه في الشهر هيعمل قد ايه؟ هيحلق لكام؟ طب يحلق ل10 في اليوم، يبقى بيحلق ل300 في الشهر. يبقى كل حلاق هيحلق ل300 وهم 300 مليون، يبقى في كام حلاق في الصين يا باشمهندسين؟ يبقى في مليون حلاق في الصين، ودي كلها افتراضات، مليون حلاق في الصين. فهمتني؟ فهمتني؟ يبقى احنا بنفكر بطريقه التفكير المنطقي والتسلسل المنطقي. الحاجه اللي بعد كده، لو اتطلب منك حاجه عشان تعملها، عشان تقبل تتقبل في الشغلانه، اعملها اعملها ما تتفرعنش. يعني انا مثلا وانا بقدم في جوجل مره اولانيه، لما اترفضت طلبوا مني اكتب بحث عن ازاي جوجل هتدخل المنطقه العربيه. قعدت كتبت بتاع 30 ورقه والله العظيم، تعبت فيها جدا، وبعدين في الاخر رفضوني. تمر الايام بعدها بسنتين، انا قدمت تاني على منصب مدير تسويق، ولقيت لك الست مديره التسويق اللي هي هتعيني متصله بيا بالتليفون وبتقول لي احنا انت مقدم على الشغلانه وعايزينك تيجي انترفيو. وبعدين انا شفت البيبر اللي انت كتبتها من سنتين، اتس ان اميزنج بيبر، يعني بتشكر في اللي انا عملته، ودي حاجه فرقت معايا جامد جدا في الانترفيوهات. لا تحقرن من المجهود شيئا، لا تحقرن من المجهود شيئا. انا كان ممكن اقول ايه يا عم دول، اعمل لهم ريسيرش ايه وكلام فارغ ايه وبتاع ايه؟ غلط غلط، ده انا اتعلمت كتير وانا بعمل الريسيرش ده. سبحان الله لما قريت البيبر بعد كده، في حاجات كتير خلال السنتين دي اللي هم عملوها، مش عشان هم قروها عندي، بس عشان ده الطبيعي. تمام. حاجة تانية، واحنا داخلين على الانترفيور بنبتسم وهاديين، لما بنقعد بنقعد ظهرنا للكرسي كده، وما بنعملش كده، مش كده، مش كده، مش كده، مش حاجة، قاعدين هاديين وبنسمع باهتمام، ما بنقطعوش، ما بنصلحلوش معلومة، ما بتصلحش للانترفيور معلومة، ما بتصلحش للانترفيور معلومة، انتبه. لانك لو صلحت للانترفيور معلومة، الانترفيور اتحرج، ولو الانترفيور اتحرج غالبا هيرفضك. جيب لك من الاخر يعني. طب اعمل ايه لو في معلومة غلط هو قالها؟ لا عادي، انا بعد وانا بتكلم اقول المعلومة الصح من غير ما اقول ايه ان هو غلطان. زي ما كذا مثلا، انا بسمع واحد مثلا يقول ايه كاويتش، على قصده على الكنبة مثلا بالانجليزي، عشان هو الانجليزي بتاعه على قده، كاويتش. فانا بقول له لا 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 لا، ما اسمهاش كاوتش يا جاهل، اسمها كوتش. كاوتش، كاوتش ده اللي انت بتلبسه. لا، يبقى انا كده ما فتوش. انما انا ممكن ايه اقول اه فعلا والله انا كمان بحب قعده الكاوتش، فيبقى انا ما قلتلوش ان انت مش عارف تنطق الكلمه، بس انا قريت له قلت له الكلمه الصح، ولو هو واخد باله هينطقها صح. طب لو ما خدش باله، تعرف ان دماغه فيها فرد الكاوتش. المهم نرجع للانترفيوهات. طيب احنا خلصنا الحاجات دي. شركة بقى، انت رايح تقدم على شركة، شركة يوتن دي شركة مساهمة أجنبية، يبقى مبدئيا تقدر تقرا الميزانيات بتاعتها. طب لو ما بتعرفش تقرا الميزانيات، ما بتعرفش تقرا قائمة الدخل، تعمل ايه؟ تتعلم يا برنس، تعلم برنس. الكلام ده لازم تعلمه. لو انت شغال في شركة مدرجة في البورصة، لازم تبقى فاهم هي ماشية ازاي، علشان لو في الانترفيو سألوك تعرف تجاوب. لأن الشركات المدرجة في البورصة بتبقى عندها ما يسمى بالإفصاح، اللي هو لازم يطلع المعلومات اللي عنده كل 3 شهور، يطلع ميزانية يحكي فيها الفلوس بقى قد إيه، باع بكام، اشترى بكام، تكلفة الإنتاج قد إيه. الكلام ده كله موجود على النت، كله موجود على النت، مش معروف من حاجة. أنا عملت كده أيام جوجل، كنت بذاكر الميزانية بتاعتهم من الجلدة للجلدة بتاع كل السنين، وبالساعات أقعد. تمام. الحاجة اللي بعد كده، زي ما قلنا بنجمع كل المعلومات اللي نعرفها عن الانترفيور، هو من جامعة ايه، من مدرس ايه، اشتغل قد ايه، خبراته قد ايه، لان كل ما تعرف الانترفيور اكتر قبل ما تروح الانترفيو، كل ما تروح واثق من نفسك. نعرف عن الشركة وكل الدواخل والمخارج فيها. طب ايه بقى تاني؟ طب لو الشركة دي بتتعامل مع جمهور زي شركة يوتن بتاعت الدهانات مثلا،
يبقى انا سهل جدا لو انا رايح عندي انترفيو في شركه يوتن بكره النهارده اقوم واخد رجلي ونازل على السوق بتاع البويات دهانات واعدي على المحلات كلها ادردش معاهم. اولا كونكشن حلوه، احكي لهم بامانه ان انا عندي انترفيو في شركه يوتن واسالهم لو هم عندهم اي نصايح ليا او لو يفهموني شويه حاجات تكنيكال ليها علاقه بالبويه. وممكن تاني يوم ربنا يقدر ان الراجل يقول لك ايه ده انت عرفت المعلومه دي منين؟ تقول له من واحد بتاع بويه. ايه ده انت تعرف ناس بتوع بويه؟ لا ده انا عديت عليهم بس عشان كان عندي الانترفيو دي فقلت استعد بان انا اعدي عليهم. كده الراجل هيحطك في دماغه ان انت ممتاز. ده واحد من قبل ما بيشتغل في الشركه نازل يعمل بحث ميداني علشان يجمع معلومات عشان يعرف يعدي في الانترفيو. ده انسان ممتاز، ده انسان عايزين منه. وخلي بالك الانترفيور دايما بيتاثر بشده 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 باسلوبك. لو اسلوبك مش محترم انت اترفضت، لو اسلوبك غلس انت اترفضت، لو اسلوبك ساذج انت اترفضت، لو اسلوبك بارد انت اترفضت. انما لو اسلوبك سلس فلو تقطعش، اوعى تقاطع الانترفيور. فلو سالك سؤال بترد عليه وبتسكت، سالك سؤال تاني ترد عليه وبتسكت، سالك سؤال تاني ترد عليه وبتسكت، هو كده محترمك جدا، هو كده محترمك جدا. طيب يبقى احنا كده جمعنا كل حاجه. طبعا لو عندنا واحد صاحبنا في الشركه يبقى لازم نكلمه بنتصل بيه بناخد رايه، لو نعرف حد يعرف حد يبقى بناخد رايه، ونكلموش نقول له اذكرني عند ربك، يعني ما بنقولوش وصي علينا، نكلمه نقول له السلام عليكم انا والله مقدم على شغلانه كذا، في اي نصايح بما انك انت جوه الشركه؟ في اي نصايح؟ مش تقدر تساعدني وانت ما تعرفوش؟ لا في اي نصايح؟ هل في اي معلومه اعرفها؟ ليه؟ لو ادك نصيحه ادك معلومه استخدمتها في الانترفيو جون، برافو عليك، يبقى انت كده ماشي صح. طيب عشان نسمرايز بقى عشان نقفل اللايف ده اللي الحمد لله ما شربناش فيه اي سجاير ولسه مصلي الفجر والله. اول حاجه استعد، استعد بانك انت تحضر، تقرا، تذاكر، تسمع، افتح افتح المحاضرات اللي بيقولها الناس اللي شغاله في الشركه دي تتفرج عليها كلها. انت وراك ايه؟ استعد، دي اول حاجه. تاني حاجه اقبل، اقبل باي نتيجه. الجواز اسمه نصيب، الشغل اسمه نصيب، اي حاجه في الدنيا اسمه نصيب. اقبل. يعني ايه اقبل؟ يعني ما تسلمش الا لله. يعني وانت رايح عارف ان ده قدر الله، والله جات لك الشغلانه كان بها والحمد لله رب العالمين، ما جات لكش الشغلانه قدر الله ما شاء فعل، ربنا يوفقك يا جماعه توصلوا لحد احسن مني. لان لو عندك الروح دي ممكن ربنا ما يوفقكش في مره والتانيه ويجي واحد يقول ايه ده؟ ايه البني ادم اللي روح حلوه ده؟ هاته. او ممكن نفس الشركه اللي رفضتك بعد شهرين تلاقيها بعتها لك. ما هو انا تاني مره لما قدمت في جوجل بعتوا لي بناء على ان انا عملت انترفيو قبل كده. ف يبقى تاني نصيحة استعد، تاني نصيحة اقبل، تالت نصيحة ذاكر، اعرف معلومات عن الشركة، اعرف معلومات عن المجال بتاعك، جهز نفسك لو في امتحان، جهز نفسك لو في اسئلة من نوع معين، اعرف معلومات عن الانترفيور بتاعك، حالته النفسية، بيفكر ازاي، عنده عيال ولا لا، ساكن فين، تعليمه ايه، كل الكلام ده بيفرق معاك. تجمع المعلومات دي وبتذاكر، خلاص؟ يبقى استعد، اقبل، ذاكر، وبعد كده ايه؟ اختصر. اختصر. كلامك مختصر مفيد. ممكن تكلم كتير بس كلام مختصر مفيد وبيوصل المعلومة وبيفهم اللي قدامك ان انت مش جاي ترغي، لان مفيش حد في شركة هيشغل واحد بيرغي. انا بجيب لك من الاخر، لو رغاي هيرفضوك على طول، لو رغاي هيرفضوك، لان مفيش حد عايز يضيع وقت الموظفين بتوعه انه يجيب بني ادم رغاي وسط 20 واحد، لانك لو جبت بني ادم رغاي وسط 20 واحد ايه اللي هيحصل؟ هضيع وقت ال 20 واحد. تمام كده؟ يبقى ذاكر واختصر وبعد كده سيبها على الله. تروح الانترفيو سيبها على الله، انت داخل المكتب سيبها على الله. ابتسامتك، هدوءك، اعرف ان كل حاجه غلط هتعملها في الانترفيو متسجله عند ربنا في اللوح المحفوظ من قبل ما تتولد. وبالتالي ما تضيعش وقتك في انك تحاكم نفسك قدام الانترفيور ويبان عليك انك زعلان من نفسك عشان غلطت. بالعكس، لما تغلط غلطه خليك سلس وكمل. هو هيعجب. لان هو يحب دايما في الشركه بتاعته لما الناس تغلط تخليها سلسه وتصلح وتكمل، مش عايز مطبات، مش عايز وقفات. ف يبقى بنسيبها على الله، توكلنا على الله.
اخر حاجة بقى، ودي اهم نقطة في الموضوع، انت عشان تشتغل ممكن تقدم على في 10 وظائف، ويعني 3 بس اللي يقبلوا يعملوك انترفيو، وواحد منهم يلغي لك الانترفيو في النص، فتعمل 2 انترفيو، فعدد الانترفيوات اللي بتعملها قليله. ولما اي حاجه عددها بيبقى قليل يبقى لازم نركز فيها كويس. ازاي نركز فيها؟ بنراجع نفسنا بعد ما بنخلص. خلصت الانترفيو تمام، الشغل اسمه نصيب وسيبها على الله، ما بقعدش اتوقع هيقبلوني ولا لا، دي حاجه بيني وبين ربنا، انا عايز اعرف غلطتي ايه، ايه الغلط اللي انا عملته اللي انا لاحظته. لان لو انا مش قاعد مراقب نفسي في الانترفيو ابقى عبيط، لان هو اكيد بيوريني رياكشنز. امتى هو قفل؟ لما انا قلت ايه، وبعد كده هبطل اقول الكلام ده ازاي، طب اقوله ازاي عوضا عن كذا. فانا بعمل مراجعه لنفسي علشان بعد كده الانترفيو اللي جايه بتاعتي اتلافى فيها اخطاء الماضي، ممكن اقع في اخطاء جديده بس اتلافى الاخطاء القديمه، لان غالبا الاخطاء القديمه دي بتبقى هي الاخطاء الساذجه. لان ممكن عادي الانترفيور يطنش لك 20 غلط، اهم حاجه ما تبقاش غلطات ساذجه، اهم حاجه تبقى غلطات من اللي هو ممكن يقع فيها، فخلاص هو هيعذرك. تمام. ومؤخرا اخر حاجه يعني الاسئله بقى اللي هي من نوع اللي عايز تشتغل في الشركه، ايه اللي انت شايفه هنا معجب بيه، خليك على طبيعتك، ما تقولش كلام تهجيس، ما سوري ما التعبير يعني، ما تقولش كلام تعريض او تعريس، والكلام اللي في قلبك قول الكلام. انا الست لما بتاع جوجل كانت المديره الكبيره اخر انترفيو خالص في بي، وكانت بتحذر المديره بتاعتي مني، قالت لها ده مش هيسمع كلامك، ده مش هيسمع، ما ينفعش اسمع كلام، ده مش هيسمع كلامك هيتعبك، بس هو جامد، قالت لها كده المديره دي. كان دي ماسكه جوجل ماركت بتاع جوجل في جوجل كلها. اصلا وانا رايح الانترفيو بصيت على السي في بتاعتها اتخضيت. فبتقول لي يعني انت ايه اللي مخليك كين قوي كده تشتغل في جوجل؟ قلت لها انا اؤمن ان التكنولوجيا بتغير من حياه الانسان للاحسن، واؤمن ان شركه جوجل هي واحده من اهم شركات التكنولوجيا في العالم، والانفايرمنت بتاعها جميل، وبتعين ناس اذكياء بيحاولوا يساعدوا في تغيير العالم. فبالتالي انا بالنسبه لي كواحد مصري نفسي البلاد العربيه كلها تبقى في وضع احسن. انا بالنسبه لي ان اكون اداه مع جوجل في ان احنا نحقق الهدف ده، دي هتبقى حاجه تبسطني. ايه مكيفك جامد من الاجابه، لدرجه ان انا في الانترفيو دي بالمناسبه جاوبت على سؤال غلط خالص، طنشت طنشت غلطه، ما هو ده اللي انا بحكي لك عليه، محدش واقف لك على غلطه، مفيش حد عايز يعينك او بيعمل لك انترفيو واقف لك على غلطه، مفيش اي حد هيعينك وهو واقف لك على غلطه. ممكن تقابل مرة او مرتين واحد مريض نفسي يغلس عليك، بس ما تعممش. طيب اي حد عايز الفيديو انا هسيبه ان شاء الله، هتلاقيه مكتوب في على الانستجرام وشيروه بعد اذنك. شوية نصايح كده سريعة، ما تحطش كولونيا كتير وانت رايح الانترفيو، خلي شكلك مهندم، ما تلبسش لبس غريب، شوف الشركه بتلبس ايه، البس قريب منهم مش زيهم، ما تحطش برفان كتير، ما تحطش اي حاجه كتير تخلي دي يعني، خش على الراجل افرض هو ما حبش الريحه دي، هيبقى قاعد طول الانترفيو قرفان منك. استحمى كويس، معلش تعالى على نفسك النهارده، وحاول ما تعرقش وانت رايح، فشوف لك حل، مالكش حد يعرف عن حد تعرفه عنده عربيه، ما تعرفش حد عنده تاكسي يخدمك خدمة العمر، معلش انا رايح اشتغل وان شاء الله اديك الحلاوة لو ربنا وفقني، عشان ما تروحش المكان مبهدل. حاجة تانية، ايه المواعيد؟ ما ينفعش تبقى رايح انترفيو متأخر. بندور على اقرب كافيه جنب المكتب، انا دايما كنت اعمل كده، انا رايح انترفيو الساعة 1، ايه المشكلة اوصل الساعة 12 اقعد في الكافيه اللي تحت المكتب، والساعة 1 إلا 5 اقوم طالع، يبقى انا وصلت الساعة 1 في معادي، يبقى انا كده بحترم مواعيدي، يبقى انا كده الانترفيور بتاعي حتى لو هو ما احترمش ميعاده عارف ان انا بحترم مواعيدي. طيب اللي بعد كده، انا بشوف ناس كتير قلة الادب وسفلة مش متربية، بعد ما بيخلص الانترفيو يطلع يتريق على الانترفيور بتاعه ويكتبه على لينكدين، ده عبيط. لان انا لو شفت اي واحد كاتب كلام سخيف عن انترفيور انا ما شغلوش، حتى لو مش انا، حتى لو في شركة تانية، لان ده معناه انه شخص متعود على الغيبه والنميمه. وبعدين مفيش اسوأ من الافوره في شرح احداث الانترفيو،
لان مفيش حد هيطلع يشتم الانترفيور وهينقل الاحداث بامانه. فبالتالي لسانك يتقطع لو اتكلمت على الانترفيور بتاعك. ليه؟ لان ده ربنا جعله سبب انه ممكن يبقى في طريق اكل عيشك. فانت لو ما صنتش اكل عيشك بانك انت تتكلم وتختابه وتكتب عنه في البابليك او تكلم عنه اصحابك، لو ما احترمتش اكل عيشك ربك مش هيرزقك من اكل عيشك. فيبقى احنا بنلم لساننا وبنتأدب وما بنحكمش على الانترفيو. لو دخلنا لقينا انترفيو بيعمل حركة غريبة عنده لازمة مثلا، وانت انسان محترم مش تافه، انسان عنده لازمة يعني مبتلى، يعني ما بيعملهاش بمزاجه، يبقى ما بنضحكش. طب انت بيتكلم عنده لدغة، ما بنضحكش ولا اصلا نبص في الموضوع. ليه؟ لما بنعمل كده هو ياخد باله ان انت محترم، وان انت جاي عايز تشتغل، وان انت جاي عايز تشتغل، عايز تاكل عيش، مش جاي تتريق وتتنمر وتقل ادبك. صح كده؟ الحاجه اللي بعد كده اخيره يعني في النصايح، ما اعرفش اقول الاخيره وعمال اكمل، هي ان جاهز اجابات لاسئله معتاده، زي مثلا انت عايز تشتغل في الشركه دي ليه؟ ايه طموحك؟ بتدور عايز ايه؟ وبالمناسبه ايا ما كانت الاجابات، لان مفيش اجابه صح وغلط. يعني حد قال لي انت خلال 5 سنين هتبقى فين؟ اقول له بصراحه ما اعرفش، بس يعني انا بالنسبه لي مركز على دلوقتي، عايز كل يوم اشتغل احسن، ازود من المعلومات بتاعتي، ازود من الانجاز بتاعي اللي انا بعمله، ازود من الخير اللي بعمله، واقلل من الاخطاء ومن الشر اللي بيحصل مني. دي اجابه حلوه. هو صحيح الشخص ما قالش هو هيبقى فين بعد 5 سنين، بس هو وضح بشكل واضح ان هو في مكان كويس دلوقتي، فاكيد هيبقى لو استمر على المكان الكويس ده هيبقى في مكان كويس بعد 5 سنين. طيب ما تخرجش من موضوع الانترفيو، ما تتكلمش في اي حاجه شخصيه بدون اذن الراجل، هو لو فتح حاجه شخصيه رد، لو مش عايز ترد حقك. ما تبصش للانترفيور اي كونتاكت كتير، وفي نفس الوقت لازم تبص له. يعني ما ينفعش الانترفيو تحصل من اولها لاخرها وانت بتتهرب من ان عينك تيجي في عينيه. ليه؟ لان ده معناه ان عندك حاجه عايز تخبيها، بتخبي ضعفك، بتخبي ضعفك. فبالتالي ما بنبرقش في الانترفيور، وفي نفس الوقت ايه، ما بنشحش بوجهنا. خلاص، اللهم انت ربي وانا عبدك، ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.